شكونك؟ صباط تفضل، مرحبا بك، تفضل تفضل. هشام سي مسعود مرحبا بك، دك دك نعيط لهم، مرحبا بك. صباط 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 صباط. شبيكو خاتي؟ مرحبا بك، مرحبا بك. صباط تفضل 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 تفضل. الدنيا انقلبت، ما فهمت فيها والو والو. اهلا 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 اهلا، مرحبا مرحبا بك، مرحبا مرحبا مرحبا. جمع ما تحسب جمع. مرحبا بك سي صباط، عندنا مرحبا بك. انا فرحانين بك سي صباط. تشرب لاتاي ولا روح نطيب لك قهوه ولا تدخل؟ لا 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 لا، معليش معليش، ماشي متعود ماشي متعود. بابا واش رايك ندخلوا معاه في الموضوع؟ عندك الصح. واش يا سي زرموت ندخلوا في الموضوع؟ ها الموضوع قال لك الموضوع الموضوع ندخلوا فيه. وقتاش؟ دروك دروك. شوفوا هيا انت اللي ولي تبدا يابا. هشام عندها الصح، انت اللي تبدا يا سي مسعود. منين هكذا يا سي زرموت؟ قررنا قررنا، بغينا نقولوا لك باللي تفهمنا كامل، وقررنا باش نطيروك من القهوه. هيه ماشي غير هذا، مازال مازال. وعلاش؟ واش درت؟ القهوه نشربها بالخف. با زوج خواتاتي لو كان رانا فكرنا رانا فكرنا فكرنا فيهم، وقررنا باللي هذيك السكنه اللي تسكنوا فيها نرازيوها بالبلدوزر وما لازمش تبقى. ايه تفهمنا كامل، بها هذيك سواليك لابسها ما تعاودش تلبسها. واش ندير لها؟ تقلعها. مش غير تقلعها، نحرقوها. هاي خدش زبط زبط. نظن الفرحة راهي قوية عليه وراهي غاشاته. واه ابدا، انا نظن باللي الفرحة مازال ما لحقاتوش. حتى انا ظنيت هكذا، حتى انا ظنيت هكذا. شوفوا شوفوا غادي نفطنوه غير بشوية بلا ما نخلعوه، وغير بالعقل بالعقل نفهموه. خالتي خالتي. شوفي شوفي شبغات، روحي شوفيها روحي، ما تخليهاش تجي. لهيها لهيها. راني جاية راني جاية. إيه خالتي الحمد لله راهي رجعت فيها الروح. ماك لبس؟ شوف شوف زربوك غادي نفهمك غير بشوية. شوف انت انت غادي تولي نسيبنا. واه نظن باللي مازال ما فهمتش. استنى بابا انا نعرف نفهمه. تفضل. تعرف واش هي نسيبنا؟ يعني رايح تدي بنتنا. شوف شوف القهوه الهام بنتنا انت نسيبنا. شكون؟ امزيه اللي نطاق. شوف انت 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 انا تدي بنتنا. ما قدرش يخاف يخاف. وعلاش؟ ما خاطرش انتوما عاريين عاريين بزاف وانا هابط. على هذا عيطنا لك عيطنا لك. واحد طايح يدي بنتنا قرصون قرصون، هذه كاع ما تصورش في العقل. عندك صح عندك صح سيدي، هذه من الشغل ما يقبلهاش العقل، هذه طروش يا سيدي طروش. يعطيك الصحة. شفت كيف فهمتها؟ قلت لك يا با قلت لك باللي الزربوط يفهمها وهي طايره. قرصون يدي بنتنا عيب والله لا عيب 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 سيدي عيب. شفت ما تفاهمين ما تفاهمين. على هذا قررنا باش نقلعوك من القهوه. علاش؟ نبدلوك نقلبوك نرجعوك حاجه اخرى. حاجه اخرى غير تبع. اسكت وحاول تفهم. صح صح صح. راه عندي سكنه فارغه وواسعه،
من غدوات تروحوا تسكنوا فيها انت وعائلتك، والسكنه اللي راكم فيها نمحيوها، الاثار تاعها ما يبقاش. حل ودنك واسمع مليح، غدوه غادي يشرو لك 5 كوستيمات القمايج وصبابيط، غادي تولي بنادم واحد اخر. اسمك اسمك ونبدلوه، فهمت؟ عندك بيرمي؟ لا، اما لا قررنا باش نعطوك سياره بالشوفير تاعها. بقات الخدمه يبا، فهمه؟ لازم كل المعروضين اللي يجوا في العرس يعلموا يعرفوا باللي راه عندك مخبزه كبيره في وسط المدينه. نعم، غدوه غدوه نكتبها على اسمك. على بالك باللي مازال ما خرجتش من الدوخه، تسمح لي نخمم شويه سيدي؟ عندك الوقت، تنجم ترد لي الجواب غدوه. هشام وصل سي زربوط للباب. هشام زين روحك اليوم كنت طالق؟ راني كاره كاره. هشام يلعب حسب ما راناش عارفين. واش بغيت تقول؟ حرزو غير ما تعرضوناش، ما كان حتى عرس. شفتو بدا يخبي مرة زينا كاع في الحساب. واش نخبي؟ العرس اللي غادي يديروه الى مختك على بالي باللي ماشي حاجة سهلة. ومين راكم عارفين كلشي؟ علاكم تدوخوا فيا؟ العرس بابا حلف قال لك اللي يكون كبير ومليح، ونزيدكم حاجة قال لك 5 ايام وصحابي كاع مرودين ليل ونهار وحنا زاهين. هشام بصح انت واعر. وعلاش؟ بصح مازال ما قلت لنا شكون يدير لهم. لا 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 لا، هذا راه خازن روحه وماش باغينا نعرفوه. لا هذا ولا هذا، هذا يعرف باباه وولده يكون حاجه. هشام اي فهمنا، هذا العريس يخدم؟ لا، هذا عايش في الخارج، عنده شركات ومحلات كبار على بها ما تعرفوش. هنا في البلاد ملاكو كاع في الخارج، شويه شويه ويدخل كلش. أي النوض وي. أنا أقول لك صح، الهضرة عجبتني، بصح ما ياك مقلق ما قول الناس. هشام 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 شكون هذا راه يريش لك؟ لا 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 ما نعرفوش. هشام ما تعرفاش؟ هشام ما برك ما تهفينا. قلت لكم ما نعرفاش ما نعرفاش. ايوا من بعد تلاقوا قول اخر. هشام هشام فيك هشام سنا فيا. امشي امشي بعدني، روح روح ما تشوفش معاك، روح روح ما تنسي الله يفهد لك. روح مصيبة مصيبة يا ربي، مالها؟ طاحت على راسي. خطرة شي يا سيدي إلا تكون قفز. علاش؟ كي تجي طايحة وخر عليها. ومن وخر عليها واش يصير؟ طيح في الأرض وأنت ما يصرالك والو. ماشي خير سيدي.
اجتماع سجلي. سي هشام. حاضر. سي مسعود. حاضر. الزربوط القرصون السابق. حاضر. حاضر. أحلام أنا حاضرة. يا سي زربوط بغينا نعرفو الجواب تاعك. أعطيناك السكنة، أعطيناك سيارة بالشوفير تاعها، غادي نجيبو لك كوستيمات، وزدنا كتبنا عليك مخبزة في وسط المدينة وكبيرة. نظن بلي هاد الشي كله يسمح لك باش تولي نسيبنا. ممكن نطلب كلمة يا بابا؟ نعم تفضل سجلي. حاضرة. شكون؟ الزربوط اللي في القاضي طاحت عليه. الزربوط عنده الزهر يكسر الحجر. الزربوط اللي قدر يدخل قلب بنتنا بكل سهولة ويدي مالنا معاها. هذه كلمة وما صراتش. هذه هي كلمتي وكلمة لكم. وشكرا. دوك الزربوط القرصون السابق هو اللي لازم نسمعوه. عندك الصح زربوط. هيا تكلم. راني باغي نتكلم وراني حشمان. حشمان؟ وعلاش حابين نعرفوا رايك؟ خايف الى نزعفكم. تزعفنا؟ غير تكلم، غير تكلم، خذ راحتك وما تقلقش روحك. هذا الشيء كامل اللي اعطيتوه لي ما رانيش راضي به. وما ما كانش حاجة عجبتني وما رانيش قابل. لا ولد اختي ريحاني متوحشاتك. باغي نحكي معاك شويه. طوليش علي، انا عيانه. الله يخليك. يا ريح يا صح. انا ما
وحشينك يا كمال ولد اختي. قولي لي خالتي الها ماذا في الكومه؟ الزربوط. مالها الزربوط؟ الزربوط هو اللي عاود دخلها الكومه. مي سي بافري اللي ما زويده، كيفاش عطاها با كل شيء ومازال راه يزيد؟ يا كمال ولد اختي انا ما راني عارفه والو، هاد الزربوط راه مقلقني وخالعني. كيفاش؟ كون تشوف اش غادي نقول لك يا ولد اختي، تعرف هذا الزربوط هذا لو كان تشوف كل حاجه مديناها له وعطيناها له وما عجباتوش وبكى. بكى؟ بكى. ياك عطاه المخبزه وبكى. سيارات وبكى. عمارات وبكى. كوستيمات وبكى. وزيد عليها الهام وبكى. شوفي خالتي والله ونحكي مع الزربوط جيبان خرج لعينيه. شتي انتي في حياتك واحد تطيع عليه اللي تلقاه يبكي؟ لا يا كمال ولد اختي انا هذه بعدها ما شفتهاش، ولكن يا ولد اختي يقولوا بكري ناس بكري، يقولوا علامه الساعه كي تقرب الدنيا تنقلب. ولكن باغي نقول لك حاجه، الله يخليك ويرحم باباك يا كمال ولد اختي، ما تقلقش روحك غير بالعقل برك، راك عارف باباك راه مريض، لو كان غير حاجه تاع والو صغيره تعثر فيه ويمرض لنا وحنا رانا حاصين غير في الهام بزاف علينا. فوالا بها السيد نعطوه مالنا رزقنا وبنتنا ويزيدوا مسكتو غايه. قولي لي هشام على ما جاش المطر؟ هشام باباك بعته للصحراء، قال له روح قابل المشاريع انت واكله انت يا كمال يا وليدي. راه مسلم عليك عبد المجيد. ورا بعث لك واحد لي كادو هنايا. يسلمك ويسلمه، كي راح؟ وي غايه الحمد لله. او مسلم عليك اما ثاني. اه صباح اختي مسكينه غير الصباح عيطت لي في التليفون، راها غايه حلت عينيها وفطنت، قالت لي راني غايه وراني الحمد لله ونسيتك، قلت لها باللي صايي رانا زوجنا الهام، رانا مديناها للزربوط. تخيلتي لو كان الزربوط ما يديش الهام واش يصرا فيها؟ هذه ما خممتش فيها. ها؟ لا كمال وليدي علاش تفكر كيما هكا؟ لازم نكذب عليها ونقول لها، لو كان ما نكذبش عليها بغيت تعاود تمرض لنا وتطيح لنا في الكوما. واه واه، اعطيناه المال يبكي، اعطيناه الخير يبكي. دفقنا عليه قفه تاع الهب ويبكي. انت تعرف واحد يدفقوا عليه الخير ويبكي؟ اما كونيسون جامي. راني متحقق باللي هذا زربوط لو كان يمشي في الطريق ويصيب شكاره تاع الدراهم قدامه يبقى غير يبكي ويبكي. يا سي مسعود انا راني نقول لك هذا الزربوط بالك ما يعرفش الدراهم. واه وبالك بلا حاجه تخوف. شوف وبالك بالك في صغره تشوكه من الدراهم. هذا نسيبكم، حاولوا تفطنوه، حاولوا تفهموه باللي الدراهم حلوين حلوين. نعم ولا راني غلطة؟ شكون؟ انا نصيرة. نصيرة دخلي دخلي اختي دخلي. ما شاء الله يا اختي والله العظيم اني مقطعة من الصباح وانا محلقش. كراكي كراك يا اختي كراكي يا بس يا معشقه امك ما يشانها واقيلا. لا راني غير وحدي طافي من الصباح راني غير وحدي. خرجت راح تجيب لي رسمك مع البلاك يشوفوا كلهم فرنسا. شكون هذا اللي ولا كمال؟ كمال ولد معلم. درتو لها هكا وهكا وما دارت لها هكا وهكا. بصح انا عرفتها باللي ولي طعافي على خاطري طاح منهم نص. انا على ما النهارده حبيبتي طعافي جي تل عند رجلي ويبكي ويلحنيت عليه لازم نعطي قيمه لعمري. ما لازمش يلقاني ساهله مهبوله. لو كان يطير لك من يدك اختي البنات ماهمش قلال. هاكي غالطه يليق نبيع عليه الغالي ويليق ما نقيمهش وكي نشوفه ندور وجهي عليه هكا هكا نكتلي غير بالغصن. شوفي انا مانيش معاك في هذا الراي، كون يطير لك من يدك اختي انا خايفه لا يزيد يعمى ويغبر. ما تحيريش راني عارفه اش راني ندير. كمال ودا معلم راني رابطه من عنقه. ربي يعلم انا نروح. يا سيدي قعدي نحكي لك على كمال. سمحي لي تعرفي خليت القدره فوق النار اليوم اخوتي ندبوا لي ساعه. يا صح عشيه نجي عندك نكمل لك على كمال. ثلاث ايام ولا كمل تعافي. ثلاث ايام تبقى على خير وريه. بسلام. عرفت هذا اللي طفح. حمد لله على السلامة. جاي من السفر وحشاني الابتسامة. وشك ولا القمر. سيمسعود كمان إلهام داشت. سيمسعود كمان سيمسعود إلهام إلهام مالها إلهام إلهام
ثاني مليت كمل الاسعاف على زهرنا. روح روح شوف الاسعاف يا با. مليت في الحلقه الجايه رايح تلقى احداث ميت.